وايد من الشباب يشتكون انه ما عندي وقت اتمرن يا كابتن، اقعد ساعة ونص بالنادي اتمرن عشان اضخم. شلون تقدر تضخم بوقت وايد 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 قليل قليل بشكل ما يتخيل؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، شلون يعني تتخلص من مشكلة الركود؟ يعني وصلت مرحلة قاعد تتمرن وكل شيء مسوي كل امورك ولكن ما في نتائج، عضلات وقفت. انت وصلت مرحلة اللي يسمونه يعني الوقوف هذا، يعني هيت ذا بلاتو، يعني خلاص وقفت. شلون تكسر هذا الشيء؟ التكنيك اللي قاعد امشي عليه يسمونه مايو ريبس. مايو ريبس هو عبارة عن تمرين، فيه تمرين وفيه راحة، ولكن الراحة وايد وايد قصيرة. وهذا التمرين يعني وايد انتشر بشكل خيالي عقب 2008. اللي بكتشف هذا التمرين ينقال له بيرغ فراغلي. هذا بيرغ فراغلي من النرويج، هو نرويجي، اكتشف هذا التمرين وألف فيه كتاب بنفس الاسم مايو ريبس. وأنا بحط لينك تحت حق الكتاب، موجود وفري، اللي بيودي يقرأ أكثر وأكثر بإنجليزي طبعا، وسهل ترى لا تخافون، في معلومات وايد قيمة جدا، أتمنى أنكم تقرونها. الفكرة مالته إنه بداية راح تختار وزن، مثل ما احنا نشوف عبد الله هنا كان مختار وزن تحت هناك، هذا الوزن اللي تقدر تسوي فيه 10 تكرارات. طبعا اي عضله اختار، احنا بنختار البايسبس، 10 تكرارات. هذا الوزن ما يقدر يزيد عن 10، بس ما تروح نفس الوزن، تروح نص الوزن. خذ نص الوزن وقاعد يسوي 20 تكرار. هذه الجوله الاولى انقالها اكتيفيشن سيت، يعني جوله تنشيطيه حق العضلات. زين، هذه اول جوله. من تخلص منها عبد الله، اذا خلص 20 شكله خلص، راح تريح من ثلاث الى خمس تنفسات عميقه، يعني تاخذ منك من 10 ثواني الى 15 ثانيه تقريبا. زين، بهذا الشكل. بعدين تسوي ربع ال 20. شنو ربع 20؟ 5 تكرارات. راح تسوي 5 تكرارات. زين، اول جوله راح تشوفها وايد سهله، الخمس تكرارات الاولى مو ال 20. زين، تريح 3 الى 5 تنفسات عميقة. زين، وتروح مرة ثانية هم تسوي زين 5 تكرارات، كل 5 التكرار ثابت، ها، والوزن ثابت، ما تغير تكرار ولا وزن. زين، واتمنى اللي يسوونها الشباب ناس متقدمين، ها، لان وصل مرحلة ما قاعد يشوف نتائج، راح يريح 5 تنفسات. زين، اما المبتدئين ما حقيقة يعني ما اوصي، بس ما في مانع انه يروح، أنا ما عندي شيء ممانع، فذلك ماكو مشكلة يروح، بس تحت إشراف مدرب مثلا راح يروح 5. زين، متى يوقف؟ متى يخلص؟ متى يعتبر أنه انتهى التمرين؟ كم جولة يا كابتن؟ زين، رحت 3 ولا 4؟ 3؟ 4. زين، يروح 5 6 7، لمن يوصل مرحلة، هاي الجولة الخامسة، يوصل مرحلة ما يقدر يطيق 5 تكرارات، يصير مثلا بس حد 4. إذا متى ما أنت ما قدرت تطيق 5 وصلت 4، يعني انتهى التمرين، تمرينك يوقف لما توصل المرحلة هذه. ما أدري أنت عبد الله راح يوصل المرحلة هذه. زين، ها، واحد مثلا، فهو يعتمد على قوتك. طبعا هذا تمرين زين ممتاز حلو، وصل السادس، ماكو مشكلة طالما أنت تقدر تروح تكمل. متى ما تقدر تسوي 5، وصلت 4 تكرارات، 5 ما تطلع، هني خلاص انتهى تمرينك، يكون انت العضل وصلت حدها. هذا يخلي العضلة توصل ماكسيمم النمو، شنو، وفي اسرع وقت، ويعطيها نتيجة 12، يعني نسبة النمو العضلة 12%. يعني شوف النسبة 12% قياسا على التمرين العادي. التمرين العادي يلعبون الشباب كمال اجسام، عقب ما ينتهي التمرين القياس 4%، هذه 12 معناها كم؟ 3 اضعاف السرعة، سرعتك في إنتاجه. وكذلك 15% رفع اللي هو الميتابوليزم ريت عندك، معناه حرق سعرات حرارية أكثر، بالتالي راح تنشف أكثر، عضلات تتأسرع من التمرين العادي بثلاث أضعاف بوقت أقل وايد 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 بهذا التمرين مايو. طبعا عبد الله انتهى، خلاص 4 ما قدرت، كم؟ 6 ولا 7؟
فراح اخذ منك وقت وايد قليل، ولكن نتائج وايد عاليه مثل ما قلنا ثلاث اضعاف زين، وتنشف اكثر واكثر. زين السؤال يقول كابتن متى العبها؟ اي يوم عندك اي عضله بتلعبها تحس ان عضله مراد تطلع عندك العبها اول شيء، بعدين كمل تمرينك. مثل عبد الله يلعب هذا التمرين حق بايسبس، يقدر الحين يروح يكمل تمرينه او يكتفي يروح البيت، لان احنا قلنا في بدايه الفيديو ان هذا حق الناس اللي يقول ما عندنا وقت يا كابتن، ما عندك وقت سوي هذا كافي، سوي العضله اللي تبيها، اي يوم عندك تروح تسوي عضلتك سوي وروح البيت. او اذا والله لا انت من النوع اللي تحس ان عندك وقت والعضله مرضى تطلع تبي تسوي تمارين ثانيه، ماكو اي مشكله، ولكن خل هو تمرينك الاول بعدين حط اللي تبيه من التمارين.